بسم الله. بالنسبة ليونت 4 Electricity and Magnetism and Induction، تعالى كده معايا كده نشوف ايه اول حاجة لازم اكون حافظها وانا بحل اي سؤال من ده. اولا بالنسبة للرولز، اكتب معايا الرولز الاساسية بتاعتك. اولا Current Intensity I equals، عندنا كذا رول مهمين جدا اللي هم مين يا جماعة؟ قلنا V over R over T، V over R، P P over V over V. تمام؟ دي الاساسيات بتاعت، طبعا دي اللي هي تشارج اللي هي ميجر باي كولوم، تايم ميجر باي سكند، في اللي هي بوتنشال ديفرنس ميجر باي فولت، ريزيستنس ميجر باي اوم، باور ميجر باي وات. قلنا عندك الكيو عباره عن ان انتو اي، اي اللي تشارج اوف الكترون اللي هي 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19، ان هي نمبر اوف الكترونز، كيو طبعا هي اللي تشارج بتاعتنا. قلنا الورك اللي هو في في كيو، او باور في التايم اللي هو V into I into T. طبعا ده ساعات بيجي سؤال على الحتة دي بدأ يكرره في آخر كام سنة. طبعا والإنرجي باور في التايم ده سؤال أساسي معانا على طول، وطبعا الباور اللي هو VI. الباور لوحده اللي هو كان VI أو I squared R أو V squared over R، وطبعا الباور هنا موجود إنرجي أوفر تايم عادي. دي برضو الرولز اللي احنا محتاجينها. غير كده كمان طبعا الريزيستنس عندك بروبورشنال تو ال اوفر اي، وقلنا الريزيستنس في السيريس كونكشن بتكون عباره عن ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3 اند سو اون. الريزيستنس في البارالل كونكشن بيكون ار 1 تايمز ار 2 على ار 1 بلس ار 2، طبعا ده لما يكون 2، اما لو اكتر من 2 هيكون 1 اوفر ار توتال ايكوالز 1 اوفر ار 1 بلس 1 اوفر ار 2 اند سو اون. ده بالنسبه للريزيستنس. تعال نبدا اول حاجه بالجزء اللي هو الريزيستنس وعلاقته باللينث والاريا، عشان دي تعتبر جزء مهم والناس بتلخبط فيه. معايا كده عامل كده قلنا سكوير كده صغير. ومعايا كده اكتر من حاله كده سريعه. نكتب هنا diameter area length resistance. قلنا مثلا لو انا قلنا resistance ده هي proportional to L over A، لو قال لك مثلا R1 ب 5 ohm يا ترى R2 هتبقى بكام لو ال area doubled وال length increased by 4 times؟ ده ال givens اللي هو اداها لك. طب يبقى resistance هتساوي ايه يا جماعه؟ هنعمل L over A يعني 4 over 2 بكام؟ ب 2. يعني معنى كده الريزيستنس مالها يا جماعه؟ doubled. يبقى R2 بكام؟ هتبقى 5 into 2 يعني بكام؟ ب 10 اوم. ادي اول حاله مثلا. واحده ثانيه يقول لك الاريا مثلا هافد واللينس دبلد. حاضر، الاريا هافد واللينس دبلد معناه ان الريزستنس هتبقى مين اوفر مين؟ ال اوفر اي يعني 2 اوفر هاف يعني انكريز باي 4 تايمز. يبقى معنى كده R1 اللي هي كانت ب 5، يبقى معنى كده R2 هتبقى 5 into 4 يعني 20 اوم. ده لو قال لي على الاريا ومع اللينث. طب يا مستر لو قال لي كلمني على الديامتر، قال لي الديامتر دبلد واللينث دبلد. ثانيه واحده هنا نقف سنه. ايه علاقه الديامتر بالاريا؟ اي معلومه يدهاني عن الديامتر بعمل لها سكويرنج واجيب الاريا. يعني مثلا قال لك الديامتر الثاني دبل الديامتر الاول، معناها ان الاريا الثانيه ناخد الرقم ده تعمل له سكوينج يبقى ايه؟ 4 ديامتر الاريا الاولى. تاني قال لك ان الديامتر هافت، يبقى معنى كده الاريا الثانيه هتاخد الرقم ده تعمل له سكوينج هتبقى ايه؟ هتبقى كوارتر الاريا الاولى. دي بس المعلومه، لو اداك اي معلومه عن الديامتر تعمل لها سكوينج جبت الاريا وتكمل سؤالك عادي. يلا الحاله الثالثه. ها قال لك الديامتر دبل، ده معناه ان الاريا بقت كام يا جماعه؟ ناخد الرقم ده نعمل له سكويرنج هتبقى كام؟ بقت 4. تعال نجيب الريزيستنس، ار هتبقى ايكوالز ال اوفر اي يعني 2 اوفر 4 يعني بكام؟ تبقى هاف. لو قلنا ار 1 ب 5 يبقى معنى كده ار 2 بكام؟ 5 تايمز هاف يعني 2.5 اوم. واضحه كده فكره السؤال ده؟ واضحه. ال و ايه؟ ال اوفر ايه خلاص انا خلصت. طب اداني دايمتر بعمل له سكويرنج وبرضه ال اوفر اي وكان خلصت.
ماشي النوع ده من الأسئلة؟ طب النوع التاني نشوف الصفحة الأمنية أهو الأمنية اللي قبليها كمان؟ حاضر تمام شوف أوكي تبقى تعالى كده معايا الحالة الثالثة لو انت بقى ايه معامل معايا سكوير تاني كده صغير اهو نفس الايه نفس الحاجة بس هنا هنتكلم على نوع تاني من الأسئلة اللي بيجيب لك same volume wire اكتب لنا تايتل للحتة دي اكتب لنا ايه same مستر لو عاوز تجيب الدايمتر اعمل سكوير روت ولا ايه بالظبط؟ سكوير انت عايز تعمل من الاريا للدايمتر تعمل سكوير روت طبعا بس انت مش محتاج الدايمتر في حاجه. اه ماشي. اوكي؟ هنا بقى قال لك الورق عنده سيم فوليوم، سيم فوليوم يعني ايه؟ يعني الاريا انت لينث ايكوال ايه؟ كونستنت فاليو. لو قال لك مثلا انا عندي واير بالشكل ده، ده كان الشيب بتاعه. عملت انت ستريتشنج خليته بالشكل ده. يعني كان الدايمتر بتاعنا دي الدايمتر بتاعنا تبقى ايه اصبح هاف دي طب انا اعمل ايه هنا دايمتر هنا اريا هنا لينث هنا ريزيستنس تعالى كده معايا واحده واحده هنا الدايمتر هاف حاضر معناه ان الاريا خد الرقم ده اعمل له سكويرنج يبقى ايه الاريا بقت كوارتر ماشي انا كده خلصت لا لسه قال لك سيم فوليوم يعني ايه يعني اي انكريز في الاريا بيقابله ديكريز في اللينث والعكس يعني مثلا لك هنا A into L equal constant يعني ايه الكلام ده؟ هنا الاريا كوارتر يعني معنى كده اللينس زاد 4 تايمز عشان تفضل الفاليو عندك ايه؟ constant يبقى هنا ما دام الاريا كوارتر يبقى اللينس هيكون يا جماعه زاد بمقدار 4 تايمز تعال نجيب الريزيستنس كده يبقى R اللي هي proportional to L over A يعني يبقى 4 over quarter يبقى بكام؟ 16 تايمز يبقى كده لو كان عندي واير الدايمتر بتاعته دي عملت له ستريتشنج لحد ما الدايمتر اصبح هاف دي كده الريزيستنس زادت بمقدار 16 تايمز. واحده كمان قال لك هنا في السؤال ان كان الواير انت ماشي بالعكس كان الواير كان طويل بالشكل ده كان الدايمتر بتاعنا دي ضغطته انت خليته الدايمتر بتاعه 2 دي يلا دايمتر دبلد تبقى الاريا 4 1 اوفر 2 يبقى اللينس 1 اوفر 4 يبقى الريزيستنس ديكريز باي 16 تايمز قال لك ده يلا معايا رقم تاني خد اي رقم ده تريبلد يبقى الاريا 9 يبقى اللينس 1 اوفر 9 تبقى الريزيستنس 1 over 9 over 9 يعني كم 1 over 81 وهكذا يبقى تاني اي معلومه يدلك على الدايمتر نعمل لها سكويرنج جبنا الاريا وبعدين نفس الرقم ده اقلبه يبقى انت جبت اللينث يعني مثلا دي زادت بفاكتور اف يبقى ده هيزيد بنفس الفاكتور سكوير يبقى اللينث 1 over الفاكتور سكوير تالي كده الفكره واضحه ده اف يبقى ده اف سكوير يبقى ده 1 اوفر اف سكوير ده في حته سيم فوليوم واير واضحه احفظ الدياجرام اللي قدامك ده افهم انا عملته ازاي عشان ما اضيعش وقت كتير في الامتحان مثلا هو في الثاني واحده انت ازاي جبت 1 اوفر 16 انا اجيب الاريا اعمل لها مالتيبلاي تحت ولا ايه بالظبط مش انت هتعمل ال اوفر اي يعني تعمل كوارتر اوفر 4 تبقى بكام 1 اوفر 16 ثواني اشوف في الكالكوليتر ما هو كوارتر يعني معناها كوارتر اوفر 4 يعني معناها 1 اوفر 4 تايمز 4 دي هتنزل تحت 1 اوفر 16 وصلت كده الفكره ركز تاني في السؤال ده والمعلومه دي اللي عايز يسال فيها حاجه قبل ما نخش في معلومه ثانيه عشان دي معلومه مهمه دي لازم تتفهم. تمام.
اوكي تعالى بقى ايه خش في المعلومه اللي بعد كده. بالنسبه للايه للسيركتس في جزء اللي هو السؤال بتاع البوتنشال ديفايدر، ده برضو احد الاسئله اللي لازم يجي في الامتحان. ركز معايا كده في كده بسرعه، جايب لك هنا باتري وجايب لك هنا ريزيستر وهنا ريزيستر ثانيه. اوكي هنا الريزيستر دي مثلا كانت 5 اوم ودي كانت 5 اوم، وهنا الفولتج كان 12 فولت، يعني معنى كده دي بتاخد 6 فولت ودي 6 فولت. تمام، تو ريزيسترز قد بعض فياخدوا نفس الفولتج. دي كانت فاريبل ريزيستر. قال لك طيب لو انا زودت الريزيستر اللي فوق، سبت الباتري زي ما هي وخليت الريزيستر هنا كام؟ بقت 10 اوم، وسبت اللي تحت زي ما هي ب 5 اوم، يا ترى ال 12 فولت هتوزع 6 و6 برضه؟ لا طبعا. ايه اللي حصل هنا؟ الريزيستنس زادت، معناها ان الفولتج زاد، يبقى بالطبيعي الفولتج تحت لازم يقل. تاني هنا الريشيو تبقى 2 to 1، يعني ده هياخد حاليا 8 فولت وده ياخد كمان 4 فولت، لان ده دبل ده فياخد فولتج قده مرتين، يبقى ده 8 وده 4، فلما الفولتج فوق بيزيد لازم اللي تحت بيقل. خلي بالك من المعلومه دي، ما تقولش اللي تحت ما اتغيرش، لا ما هو هي ريشيو. تاني معلومه، لو انا حطيت لامب مع الايه؟ مع الريزيستر الاولى ولامب مع الريزيستر الثانيه، ايه اللي هيحصل لهم يا جماعه؟ طبعا اللامب دي هتكون ايه؟ برايتر، اللامب دي هتكون ديمر، يعني يحط لك فيها لامب، يحط فولتميتر، يحط اللي هو عايزه ايا كان. طب بيلعب في السؤال ده ازاي؟ بدل ما يحط هنا فاريبل ريزيستر ممكن يجيب لك هنا ثيرمستر او لايت ديبندنت ريزيستر. حط مثلا ثيرمستر بالشكل ده مع الريزيستر ار، وادي الباتري. يقول لك التمبريتشر زادت، حاضر، ده بتاثر بالتمبريتشر، تمبريتشر زادت معناها ان الريزيستنس قلت، والريزيستنس زي الفولتج بالظبط، الريزيستنس بتقل معناها ان الفولتج هنا ايه؟ بيقل، يبقى الفولتج تحت ايه؟ بيزيد. فبرضه لو حطينا لامب هنا ولامب هنا، يبقى هنا اللي تحت يبقى عندها برايتنس عالي واللي فوق هتبقى ايه؟ هتبقى ديمر. ده شكل من الاسئله بتاعت البوتنشال ديفايدر. طب سؤال، هل ممكن نسال على الكرنت في السؤال ده؟ اه طبعا. احنا عندك هنا الاثنين كانوا تو ريزيستر ثابتين، تمام؟ طب لو انت هنا الريزيستنس بتاعت واحده فيهم الاثنين قلت، يبقى معنى كده ار توتال في السيركت كلها قلت، يبقى معنى كده الكرنت هيزيد. يبقى تاني ده تمبريتشر زادت، الريزيستنس بتاعته قلت، الفولتج بتاعه قل. يبقى دي الفولتج بتاعها زاد. لو في لامبس اللي معاها فولتج عالي عندها برايتنس اكتر، فولتج قليل برايتنس اقل. طب بالنسبه للتوتال ريزيستنس اوف ذا سيركت اكيد بتقل عشان واحد في الاثنين غير. طب الكرنت عكس الريزيستنس، الريزيستنس بتقل يبقى الكرنت بيزيد. ده برضو نوع من الاسئله اللي بتيجي على البوتنشال ديفايدر، وده سؤال اساسي في الامتحان. سؤال كمان بالنسبه للسؤال بتاع اللي بيجي على سويتش. سويتش زي ما انت عارف هنا باتري، تمام، وجايب لك هنا سويتش. طبعا السويتش ده بيعمل اون واوف للسيركت كلها، تمام. هيجيب لك هنا لام ويجيب لك هنا ريزيستر، يجيب هنا سويتش اراوند ذا ريزيستر، يجيب لك هنا الباتري هنا 12 فولت، اللام دي بتشتغل ب 12 فولت. طبعا طول ما السويتش اوبن بالشكل ده الفولتج ال 12 بتقسم هنا شويه وهنا شويه، فالبرايتنس بتاع اللامب اكيد قليل لان واخد من ايه؟ من الفولتج بتاعها. اما لو عملت كلوز للسويتش ايه اللي يحصل؟ دي كده كان عملت بريدج، ايه اللي يحصل يا اولاد؟ الكرنت هيعمل ايه؟ هيجي من المسار مش ده. مش هيتقسم؟ هيعدي كله في السويتش ويلغي الريزيستر دي تماما، وبعد كده يروح لمين؟ لللامب. فكده البرايتنس بتاع اللامب اكيد هيعلى، ان هيجي لها ال 12 فولت بتاعها كلهم، لان كده انا كنسلت الريزيستر دي. يبقى هنا اللامب جرى لها ايه؟ هتبقى برايتر. ده احد اجابه السؤال. لو جالك نفس السؤال هو وحاطط لك نفس الريزيستر، اوكي، وهنا السويتش برضه وهنا اللامب، بس قام كاتب فوق اللامب هنا 6 فولت وهنا 12 فولت. طبعا ال 12 بتقسم على الاثنين دول. لو انا عملت كلوز للسويتش دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ 12 فولت. اللامب هيوصل لها ال 12 فولت كلهم. طب يا مستر اللامب بتشتغل ب 6 فولت، هيحصل لها ايه؟ دامج. اللامب كده هيجرى لها ايه؟ هتبوظ. ليه؟ هيجي لها اوفرلود كرنت، اللامب كده هتتحرق. فخلي بالك من الارقام اللي مكتوبه على اليمين والشمال، تمام؟ معلومه كمان، تمام.
جاب لك هنا سيركت. طبعا انا براجع معاك الاسئله المهمه سريعا. جاب لك هنا سيركت اهي بالشكل ده كده. هنا كانت اوبن، حط هنا اميتر، وهنا عندي ريزيستر، وهنا عندي لام. قال لي لما كان السويتش اوبن بالشكل اللي قدامنا ده كان الكرنت في الاميتر كان 4 امبير ده هنا. لما عمل كلوز للسويتش الكرنت في الاميتر اصبح 6 امبير. عايز يجيب الكرنت بتاع اللام هيكون كام؟ بالظبط، ان هو ده بياخد 4 امبير. لما شغلت الايه اللام ده بيقيس 6 امبير، يبقى معنى كده دخل 4 هنا زي ما هم، والكمل هنا ايه 2 امبير الباقي دخلوا في اللام. ده برضو سؤال، يبقى المفروض الكرنت التوتال بتاعي بتوزع على الاثنين اللي متوصلين هنا ان بارالل. ده المين كرنت بتوزع على الاثنين دول، ده جزء وده جزء. ده بالنسبه في البارالل كونكشن الكرنت بتوزع ازاي. ده برضو question، برضو من questions المهمة بالنسبة لنا. كمان سؤال بالنسبة للفرق بين current direction والelectron direction. هنا battery ده positive وده negative. الcurrent عندنا بيخرج من positive، أما الelectrons بتمشي الناحية التانية بالعكس. هنا current وهنا مين الelectrons. واضح كده شباب؟ واضح. أوكي. تعالوا كده معايا كده نبص على بعض الاسئله عشان ما نتلخبطش كده. اللي معايا نشوف بعض الاسئله كده على الموضوع ده. مستر ايوه مستر، هو انا كان عندي سؤال اللي هو الدف، مش فاهم اللي هي الاس سبلاي دي سبلاي، مش فاهم الديفرنس ما بينهم. ما بين ايه اللي هي الاي سي سبلاي والدي سي سبلاي؟ هرجع لها كمان شويه لسه هوصل لها. بص يا سيدي، هنا مثلا عندك طبعا الاسئله بتاعه الماجنت. زي ما انت عارف المفروض الـ 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 الماجنت في الاول المفروض بيكون بيتعمل من ستيل. الكور بتاع اي انسترومنت عندك بيكون من اير. الستيل والايرن اللي يعتبر الاثنين فيرس ماتيريال. اوكي، اما بقيه المواد زي الكوبر زي الالومنيوم تعتبر نون فيرس ماتيريال، تعتبر دازنت اتراكت تو ماجنت. لو عايز اعمل ديماجنتايز للماجنت كنت بعمل له كولينج، سوري بعمل له هيتنج، بعمل له هامرنج، بحطه في كويل فيها الترنيت كرنت وبعمل ديكريز للكرنت سلولي، او ان انا بحرك الماجنت اوتورد سلولي. يعني مثلا دي كويل هنا بالنسبه لنا فيها دايركت كرنت اهي. اوكي، لو انا خليت هنا مثلا بدل ده الترنيت كرنت وده ماجنت، لو انا حركت الماجنت اوتورد سلولي هيحصل له ديماجنتايز. او احط هنا باتري، سوري احط هنا variable resistor. لو انا قللت الكرنت سلولي عن طريق ان انا بزود الريزيستنس هيحصل برضه ديماجنتايز الماجنت. طب السؤال زي ما زميلكم بيقول ايه الفرق بين الدي سي سبلاي والاي سي سبلاي؟ ده الباتري المفروض المشي هنا ده النيجاتيف وده البوستيف. الكرنت بيمشي من البوستيف للنيجاتيف، ده اللي هو الدايركت كرنت جاي من البوستيف للنيجاتيف. اما الجنريتور اللي هو الدينامو بتاعنا اللي هو ده، المفروض لما بحرك الدينامو ده ما بين تو بولز اوف ماجنت، الكويل بتلفت ما بين تو بولز اوف ماجنت، بيكون الكرنت اللي خارج من عندنا بيكون بالشكل ده. ده اللي هو بيسميه الترنيت كرنت، اللي هو ماشي ازاي؟ بوزيتيف نيجاتيف، بوزيتيف نيجاتيف اند سو اون. ده الالترنيت كرنت. اوكي، ده السورس بتاعه. حاجه ثانيه هنا في السؤال، طبعا لو انا اول ما بوصل الباتري الاثنين دول بيحصل لهم ماجنتايز، مثلا نورث ساوس نورث ساوس، فاكيد هيحصل لهم ايه؟ اتراكشن. طب لو انا عملت ريفرس للباتري ايه اللي هيحصل؟ هيبقى ساوس نورث ساوس نورث، برضه يحصل لهم اتراكشن. خلي بالك من المعلومه دي. السؤال اللي بعديه، طبعا السؤال ده ناس سالت عليه يا جماعه، جايب لك هنا ماجنت وجايب لك هنا ايرون بار وجايب لك هنا ماجنت تاني. طبعا الايرون بار هنا هيعمل اتراكت للماجنت لفوق، فاكيد الوزن بتاعه يخف شويه. هنا جبت ماجنت برضه هيعمل له اتراكت لفوق، فبرضه الويت هيخف شويه. يبقى معنى كده لو الاول 100 يبقى في الحالتين يكون ايه الاثنين less than 100. less than 100 دي اجابه السؤال ده.
طبعا عشان اعمل دي ماجنتايز الماجنت خلي بالك. بص يا كابتن بتعمل ايه؟ تعمل هامرنج للماجنت او تعمل له ريموف سلولي فروم الترنيت كارنت سبلاي مش دي سي. طب المعلومه الثانيه الماجنت بخليه نورث ساوث ولا ايست ويست دايركشن؟ ايه رايكم؟ ان اس ان اس بخليه ايست ويست دايركشن. ليه؟ انا عايز اعمل دي ماجنتايز الماجنت فبعمل ايه؟ بحط الماجنت كده بالعرض يعني هنا النورث ساوث بتاع البول وهنا ساوث بول بتاع الايرث. بحط الماجنت كده بالعرض وابدا اعمل هامرنج على الماجنت بتاعنا او اعمل هيتنج للماجنت بتاعنا. ايه اللي هيحصل؟ هيتلخبط الالكترون بمساره الماجنتيك فيلد اصلا عامل كده وانا حاطط الماجنت بالعرض فده بيساعد في لخبطه الترتيب بتاع الالكترونز جوه الماجنت. خليك فاهم المعلومه دي. يبقى تاني عشان اعمل دي ماجنتايز بستخدم اي سي سبلاي وكمان بخلي الماجنت وضعه ايست ويست دايركشن مش نورث ساوث. اوكي دي برضو معلومة ناس كتير برضو كانت مش واخدة بالها منها. طبعا بالنسبة للتشارج طبعا لايك تشارجز ريبل وان لايك اتراكت دي معلومة كلكم اكيد عارفينها. هنا مثلا في السؤال ده طبعا اي حاجة متوصلة بالإيرث وورد لازم تكون نيوترال. يبقى الاجابة الوحيدة اللي صح هي لتر دي بيكون هنا ده نيوترال سايد. ما ينفعش اكون بتوصل الايرث وير باي سايد ويكون لسه في ايه تشارج. الاجابه دي اللي هتكون صح. انت ما استلمش سي ثاني ليه مش سي؟ ما انا قلت ما ينفعش يكون الايرث وير متوصل باي سايد ولسه في تشارج لازم يكون نيوترال. ماشي يعني ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ما هو انا اصل الايرثور بيعمل ايه؟ بيعمل نيوترلايز للسايد لمس. يعني معنى كده هنا ده بوزيتيف الايرثور هيبعت الكترونز هنا يخلي ده نيوترال زي ما حصل هنا في لتر دي. يعني الايرثور بيعمل نيوترلايزيشن لاي سايد بيلمسه. تمام اوكي تمام. وطبعا الليتر ايه غلط لان ازاي ازاي طب الليتر هنا هيبقى عامله ازاي؟ طبعا هنا وضعها كده غلط تماما صح. المفروض يكون هنا في بوزيتيف والناحيه الثانيه نيوترال زي الليتر دي. طبعا الالكتريك فيلد دايما بيكون ماشي من البوزيتيف لايه؟ للنيجاتيف. تبقى بارال لاينز من البوزيتيف للنيجاتيف. شكل الفيلد بتاع البوزيتيف تشارج بيكون اواي فروم ذا تشارج. دي بتكون اللي هي دي النيجاتيف تشارج بيكون توورد ذا تشارج. طبعا الاثنين دول ايه غلط تماما. نعم هو لو جالنا مثلا مستر جاب لنا اللي هي بوزيتيفلي تشارج اوبجكت وجالنا سفير نيوترال يعني واللي هي مش المفروض نيجاتيف الكترونز والبي اتراكتد تو ذا ليفت بس البروتونز مش هتتحرك صح؟ طبعا زي مثلا هنا كده في الشكل قدامك ده مثلا انت عايزك لو جبنا العكس بوزيتيف رود جميل لو جبنا بوزيتيف رود جنب نيوترال سفير ايه اللي يحصل؟ الالكترونز هتبدا تتحرك الناحيه دي تبقى تتحرك الناحيه دي كده وتسيب البوزيتيف الناحيه الثانيه كده. لو انت وصلت ايرث واير في الناحيه دي ايه اللي بيحصل؟ بتبدا الكترونز بتيجي من الايرث تروح تعمل نيوترالايزيشن للسايد ده. يبقى في الاخر ده البوزيتيف رود بتاعنا سفير الجزء ده نيجاتيف الجزء الثاني بيكون نيوترال بالشكل ده. طب مستر هو لا يعني لو ما عملناش ايرث لو ما عملناش ايرث واير ما عملتش ايرث هيفضل النص ده بوزيتيف والنص ده نيجاتيف وده البوزيتيف رود موجود هنا. يعني البروتونز بتتحرك البروتونز ما بتتحركش زي بالظبط كراسي وقاعد عليها طلبه تمام. لو انت حصل اي مشكله عند الشباك هنا تلاقي الطلبه بتجري تبص من الشباك وبتسيب الكراسي مكانها. الكراسي ما بتتحركش. الكراسي دي اللي هي البوزيتيف ايونز اللي موجوده اللي هي الاتومز نفسها والالكترونز اللي بتتحرك. تمام ماشي اوكي. بالنسبه هنا طبعا بس تعدي ترجع ايه عادي بس ترجع من سكرين حاضر
تمام. هنا في السيركت يا جماعه لما جاب لك هنا قال لك الكرنت ماشي ازاي والالكترون ازاي، طبعا الكرنت ماشي من البوزيتيف والالكترون زي اللي ماشيه ايه من نيجاتيف. ده السؤال بتاعها الريلي. طبعا الجزء بتاع الجرافس انت عندك هنا كابتن، لو تعمل الريليشن ما بين، خد برضو لما اخد لك صفحه كده الجراف كده وتبص عليها معايا كده. بص يا سيدي، لو انت بتتعامل مع ريزيستر عاديه فيكسد ريزيستر، هنا V وهنا I هيكون ستريت لاين. لو انت عملت هنا I وهنا V هيكون ستريت لاين برضو عادي. لكن لو بتتعامل مع لامب، اللامب التمبريتشر بتزيد فالريزيستنس بتزيد، يعني معنى كده لو هنا V وهنا I هتلاقي الجراف رايح ناحية الفولتج. لو انت عكس حطيت هنا I وهنا V الجراف برضو هيروح ناحية الفولتج. في الحالتين دول الريزيستنس بتزيد، طول ما انت بتلف ناحية الفولتج معناها ان الريزيستنس بتزيد. طب لو انا بتكلم على الثيرمستر اللي هو ده، هنا V وهنا I، الثيرمستر بالعكس، الثيرمستر لما التمبريتشر بتزيد الريزيستنس بتاعته بتقل، فبيكون بالشكل ده بيروح ناحية الكرنت. ولو انت عملت هنا I وهنا V برضه هيروح ناحية الكرنت. خلي بالك من الأشكال دي عشان هي دي اللي بتتكرر عندنا. فيكسد ريزيستر بيكون ستريت لاين، لامب كيرفد ناحية الفولتج، ثيرمستر كيرف بس ناحية الكرنت. اوكي؟ مستر، وانا بحل امتحانات سالني في سؤال، ايه هو بيعمل produces more light filament lamp ولا CFL lamp؟ وايه converts more energy into other forms CFL lamp ولا filament lamp؟ طيب بالنسبه للفيلمنت لامب يا دكتور اللي هي العاديه بتاعتنا دي، المفروض لو جالها 100 جولز بتعمل ايه؟ بتعمل 80% منها في صوره هيت و 20% بس في صوره لايت. يبقى معنى كده الافشنسي بتاعت اللمبه دي كام؟ 20%. اما ال LED لايت ايميتنج دايود مثلا او اللمبات اللي هي الموفره العاديه بتاعتنا الثانيه دي، ده مثلا بتكون الفولتج او الباور بتاعها 10 وات بس خلاص، او 10 جولز بس، دي الانرجي اللي جايه لها، بتحول منها 9 جولز للايت و1 جول بس بيطلع في صوره ايه؟ هيت. يبقى الافشنسي بتاعتها بتكون 90%. فهمت كده الفكرة؟ اوكي. ها ريليشن، ابص يا جماعة بتاع الريزيستنس واللينس والاريا كده بسرعة، بقول لك ايه؟ واير الريزيستنس بتاعته 2 اوم، السكند كوبر واير توايس از لونج، يعني اللينس الثاني دبل اللينس الاول، اند الدايمتر توايس الدايمتر الاول، يعني الدايمتر الثاني دبل الدايمتر الاول. يلا دايمتر اريا لينس ريزيستنس، قال لك الدايمتر دبلد واللينس ايه؟ دبلد. يبقى الاريا على طول باخد الرقم ده قلنا بعمل له سكويرنج، يبقى كام؟ 4. والريزيستنس ال اوفر اي يعني 2 اوفر 4 يعني كام؟ يعني هاف. يبقى الريزيستنس هاف الانيشال فاليو، يعني هاف انتو 2 بكام؟ ب 1. سؤال زي ده ما ياخدش اكتر من اللي انا اتكلمت فيه دلوقتي، يعني بتكلم في 20 سكندز. سؤال زي ده شفت كتبته ازاي؟ diameter area length resistance، واشوف البرودكت اعمله في الانيشال ريزيستنس. وصلت؟ طيب يا جماعه بقول لك هنا ايه كلمه اهي، سيم فوليوم واير اللينس جرى له يا جماعه زاد 4 صح؟ 4 تايمز. ها يبقى هنا برضو ادي ال وادي اي وادي ار، اللينس ذات 4 اول ما يقول لي سيم فوليوم يبقى على طول اخد الرقم اللي قدام اللينس اقلبه، يبقى الاريا ايه؟ 1. يبقى الريزيستنس ال اوفر ايه يعني 4 اوفر كوارتر يعني ذات كام؟ 16. ادي الاجابه، برضو ما زودتش عن 20 سكندز. ها وصل كده النوع ده من الاسئله، عشان ده عارف ده كان بيبقى عامل مشكله مع طلبه كتير يعني. تمام. طبعا الكونكشن يبقى كلهم عندهم نفس البرايتنس، يكون عندهم نفس الفولتج، يكونوا كلهم طبعا ان ايه؟ ان بارالل. بارالل. طيب
طبعا هنا التوتال ريزيستنس بعمل برودكت على الصن يبقى ايه 3 تايمز 6 على 3 بلس 6 ده معنا طبعا 2 اوم. معلومه برضو عامه طبعا اللامب في المكان ده او في اي مكان ما دام كلهم سيريس كونكشن مش فارق وضعها، فعشان ازود البرايتنس بتاع اللامب دي يا اما اشيل الريزيستنس دي خالص يا اما اوصل واحده ثانيه معاها ان بارالل. ده الحاجه الوحيده اللي بتقلل الريزيستنس في السيركت. يبقى دي اجابه السؤال ده، عشان اخلي اللامب مور برايتر بزود ريزيستنس ان بارالل. تعالى برضو في سؤال تاني هنا جايب لك بيقول لك الكرنت هنا 3، يبقى التوتال كرنت كام؟ يبقى التوتال كرنت ده عباره عن الكرنت اللي ماشي فوق بلس الكرنت اللي ماشي تحت. طب انا بجيب اللي تحت ازاي؟ عندنا عنوان كبير بيقول في از كونستنت ان ايه؟ كونستنت ان بارالل. ما انا قلت المعلومه دي كم مره خلال السنه دي؟ لا كتير كتير جدا صح؟ طيب يعني اي انتو ار في الوار اللي فوق ايكوال اي انتو ار في الوار اللي تحت، يعني 3 انتو 4 ايكوالز 2 انتو اي، يبقى هنا 12 اوفر 2 كام؟ ب 6 امبير. اوعى تجري وتقوم كاتب الانسر 6 ده الكرنت اللي ماشي تحت، انا عايز التوتال. يبقى 3 بلس 6 اللي هو كام؟ اللي هو 9. اوعى تنسى وانت بتحل تطلع نتيجه وتقوم كاتبها، النتيجه اللي انت جبتها ده الكرنت اللي تحت مش التوتال. واضح؟ تمام. ده نوع برضو من الاسئله. اهو يا جماعه بصوا هنا اللي قلته من شويه، لو انا قفلت السويتش ده يبقى كنسلت الريزيستنس دي، اه كده اللمبه هتاخد ال 12 بتوعها كلهم، يبقى اللمبه تكون ايه؟ مور برايتلي. طب لو كان مكتوب هنا 6 يبقى اللمبه مالها؟ جوز اوت. شفت الفكره؟ يعني ما تقولش انا خدت السؤال ده قبل كده، لا ركز في الارقام اللي مكتوبه قدامك. يلا سؤال سريع برضو على الدايمتر واللينزر. قال لك هنا برضو واير عنده سيم فوليوم اهو والدايمتر ايه؟ دبل. يلا دايمتر اريا لينس ريزيستنس دايمتر دبل تبقى 4 يبقى لينس 1 اوفر 4 يبقى ريزيستنس ال اوفر 1 اوفر 16 1 over 4 يعني 1 over 16. هو بيقول لك هنا resistance decreases by 16 times 16. كده انا خدت 10 seconds في السؤال. ها واضحه؟ واضح. بقيت الناس تمام معانا ولا في حته ثالثه؟ واضح. تمام. الquestions طبعا هنا بسأل conventional current طبعا قلنا من البوزيتيف للنيجاتيف، الالكترونز من النيجاتيف للايه؟ للبوزيتيف. طبعا سؤال اللينس والدايمتر ده يا جماعه اتكرر 50 مره، طبعا مش هقف عليه تاني بقى. احنا كده ايه؟ فهمنا الكونسبت بتاعه. ده مثلا اسئله الريلي، طبعا يا جماعه الريلي ده الكتروماجنت زي ما انتم عارفين، المفروض بيشغل السيركيوت دي لما يكون الفولتج هنا عالي. هنا جاب لك تو كومبوننت موجودين، بيقول لك هنا الدايجرام شود circuit used to switch a heater when the temperature drop below a certain value. لو التمبريتشر قلت يبقى هنا لازم استخدم مين؟ ثيرمستر. طب انا عندي هنا الثيرمستر اهو ثيرمستر اهو وثيرمستر اهو، هل محتاج اللايت ديبندنت ريزيستور في حاجه؟ لا، الراجل هنا ما اتكلمش على اللايت خالص، يبقى مش محتاج اللايت ديبندنت ريزيستور. يبقى الاثنين دول يا ترى بقى احط الثيرمستر فين؟ هل في الجزء اللي فوق ولا الجزء اللي تحت؟ واي يعني مش كده عشان اتلخبط اعمل ايه؟ اقول له ثواني، الثيرمستر لما التمبرتشر بتقل الريزيستنس بتاعته فين؟ بتزيد، فالفولتج بتاعه بيزيد. يبقى لا، يبقى هنا اصلا الهيتر ده او السويتش ده هيشتغل لما يجي له فولتج عالي. يبقى معنى كده احط الثيرمستر هنا واحط الايه؟ الريزيستور هنا فوق في الناحيه الثانيه. فهنا لما التمبريتشر بتقل الريزيستنس بتعلى، فالفولتج هنا بيعلى، ده هيجي له هاي فولتج، هيبقى هيعمل اتراكت للسويتش ده هيشغل الهيتر ده. يبقى دايما بحل السؤال واشوف كل الكومبوننت اللي قدامي عشان اقدر افهم احط الحاجه اللي هو عايزها فين. طبعا بالنسبه للدايد يا جماعه انتوا عارفين شكله اللي هو قدامكم ده، بيحول الالترنيت كرنت اللي هو كده لدايد كرنت، بيعدي الايه؟
البوزيتيف بس ويسيب النيجاتيف. فبسألك هنا، هنا مثلا في السؤال ده فين هنا، فين هنا دايركت كارنت؟ دايركت كارنت طبعا ده الترنيت، كان ماشي في البوزيتيف وفي النيجاتيف. طب بالنسبه لده لا ده دايركت. طب بالنسبه لده ده ماشي في البوزيتيف بس برضه يعتبر دايركت. الالترنيت اللي ماشي في البوزيتيف والنيجاتيف. اوكي اوكي تعالى في الكويشن ده هنا بيقول لك which ammeter gets the highest reading. highest reading يعني معنى كده two lamps شغالين. اني واحد A. A. تعال بص كده هنا الدايت ده شغال والتاني شغال، يبقى كده السيركت كلها شغاله، يبقى فعلا A. لكن بالنسبه لده هنا ده بلوك، يعني مفيش كارنت بيمشي هنا، فالكارنت هيمشي في لامب واحده بس. وهنا ده بلوك، يبقى الكارنت هيمشي في لامب واحده بس. هنا توتالي بلوك. اوكي خد ريست 5 مينتس وارجع لي تاني نكمل بقية الأسئلة مع بعض. اوكي يلا.